اليوم على كل حال كنا الانطلاقه الرسميه كانت من طرف معالي وزير الداخليه والجماعات المحليه واللي كنا حضرناها جميعا في الفتره الصباحيه، ونحن حاليا في الانطلاق الرسمي على مستوى الولايه لشرف عليه السيد ولي الولايه بحضور رؤساء البلديات واطارات الولايه، وحتى تستمر هذه الفتره طبعا لمده شهرين بحضور كل الساده المنتخبين، وكل الظروف مهيئه لسير هذه العمليه. نحن في مكان مركز ومحل التكوين المهني، طبعا المحور اليوم هو فيما يخص تنظيم البلديات واللي راح ننطلق في الفتره الحاليه. تجي ايضا محاور اخرى وهي المحاور كلها عندها علاقه بالسير المحلي على مستوى كل بلديه، وخاصه فيما يخص تنظيم الصفقات العموميه، فيما يخص ايضا المنازعات.